الحرية مقابل التشرد. تشترط ميليشيا الحوثي على أهل قرى في السلو التابعة لمحافظة تعز بين أن يسجنوا وبين أن يتركوا منازلهم ويصبحوا مشردين في الجبال والوديان. أخرجوا نحن الحواتات كلما امسكوا عيالنا امسكوا زواجنا شلناهم كرقوا لما شئتوا من البلد نخرج لكم هون ما شئتوش خلاص ما حين خرجوش. لم يسبق أن عرفت اليمن شرطا كهذا، لكنها الآن تعرف ما هو أكثر من الشروط. في هذه الجبال المتباعدة والسكان الذين لم يسبق لهم الخروج من قراهم، يلقي الأهالي النظرة الأخيرة إلى الأرض التي اعتادوا فيها العيش ووجدوا أنفسهم ولا يتذكرون متى كان ذلك. موزعين على مساحات متساوية يرتحلون. قالت شبكة الراصدين المحليين أن عددهم في تزايد ويضاف إلى من سبقهم في المدينة المحاصرة. وحتى الآن تم تهجير 3582 أسرة بمحافظة تعز، أي 21492 فرد، نسبة النساء 62% والأطفال 25% و12% كان أغلبها. هذه الأعداد التي تمكن الراصدون من إحصائها وفي ظل ضحايا أكثر لا يمكن رؤيتهم. مروا مسرعين ولم يرهم أحد، ولم تعثر عليهم المساعدات ولا الحكومة التي دعت نهاية الأسبوع الماضي إلى البحث عنهم، لكنها لم تبين كيف يمكن إيجاد من لا عناوين لهم.